I think it's amazing place, amazing view. أعتقد أنه مكان رائع وإطلالة مذهلة وأناس رائعون. لذلك أنا سعيدة حقا لوجودي هنا لأول مرة في مصر في العالمين. في هذا المكان اللطيف مع الناس ألعب رياضتي المفضلة. أعتقد أنه أمر مدهش لأنه يمكننا إظهار مهاراتنا حتى يتعرف الناس أكثر على هذه الرياضة ويعرفون قواعدها. غدا ستكون بطولة فيمكن للناس أن يلعبوها أيضا. لذلك بالنسبة لنا نحن أبطال هذه الرياضة نحاول تعريف الناس بالرياضة هنا. نعم بالطبع أنا متحمسة حقا بشأن هذه الأيام الثلاثة. لذا من الرائع التواجد هنا وإظهار مهاراتهم ورؤية الناس يلعبون في هذه الأجواء الرائعة. الجو رائع، أعتقد أنها مدينة رائعة. لا أعرف الكثير لأنني جئت من الفندق ولم أتجول كثيرا، ولكنني أعتقد أن المكان رائع والطقس رائع والشاطئ رائع. الرسائل التي أحب أن أوجهها: مارسوا الرياضة، استفيدوا من التاكبول في المهرجان، وشكرا لحسن الاستقبال. بالنسبة لي إنه مكان رائع. First of all, I want to thank you all. أنا معجبة بفكرة مهرجان العالمين، فهو حدث ملحمي وأنا متأكدة من أنه سيكون جيدا. أحببت فكرة المهرجان لأنني رأيت مصريين موهوبين حقا ولديهم معرفة جيدة بأساسيات كرة القدم، لذا سيكون لديهم لاعبين جيدين حقا. أحببت المكان هنا، إنه كالجنة بالنسبة لي. أنا متحمسة حقا، أحب مصر. شكراً.